لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. حياكم الله. نبدأ من مقال الكاتب شاهو القرداغي في موقع مركز رسام، حيث يقول: بالرغم من نجاح الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد إشاع السوداني وتقديم الأخير مجموعة من الوعود والتعهدات بخصوص العديد من الملفات المتعلقة بالخدمات والأمن والاستقرار والسيادة وإنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن الأيام الأولى للحكومة الجديدة تؤشر على غياب أي تغييرات حقيقية في مواقف الحكومة، وخاصة في الملفات المهمة والحساسة. من الواضح أن الأطراف الداخلية والخارجية التي كانت تتحدى الدولة والحكومة سابقا مستمرة على مسارها دون وضع أي اعتبار للحكومة الجديدة التي ظهرت عليها ملامح الضعف منذ الأيام الأولى، نتيجة لمجموعة من المواقف والأحداث التي تكشف مسار الحكومة خلال الفترة القادمة. ويضيف الكاتب: كانت حادثة مقتل المواطن الأمريكي امتحانا للسوداني في مدى قدرته على مواجهة الفصائل والميليشيات المسلحة التي أيدت حكومته، وبالتالي مواجهة النفوذ الإيراني داخل العراق، لكن يبدو أن السوداني يخشى من مواجهة هذه الجماعات التي لا تعتبر جماعات محلية مسلحة بقدر ما هي أذرع عسكرية لدولة خارجية. شكلت الانتهاكات الإيرانية الجديدة المباشرة تحدياً إضافياً للحكومة الجديدة في العراق، حيث قصفت إيران مقر أحزاب كردية معارضة في كردستان العراق، ما أودى بحياة شخصين وإصابة ثمانية آخرين. قيادات الإطار التنسيقي كانت توجه اللوم إلى الحكومة السابقة بقيادة الكاظمي وتتهمه بالتساهل في حماية السيادة العراقية، بينما اليوم اختارت موقف الصمت والمشاهدة على الرغم من سيطرتها على الحكومة والجهاز التنفيذي وقدرتها على إصدار كل قرار من شأنه أن يسهم في إيقاف الاعتداءات الإيرانية المستمرة، والتي تعد محاولة إيرانية لتصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج، وهي ترى أن العراق أفضل ساحة لهذا الأمر بسبب ضعف الدولة وغياب السيادة ووجود أطراف سياسية تسوغ القصف الإيراني بدلا من الوقوف ضده. يرى الكاتب محمد حمدي أن الملاحظ في مونديال العالم بكرة القدم التي تنظمه قطر أن ما يطرح في جميع شبكات وألوان الإعلام هو سابقة هائلة ستؤسس بالتأكيد إلى ما بعد المونديال. مئات التقارير والأخبار على مدار الدقيقة لكل حدث وشاردة تبدأ في المطار وتنتهي بغرف اللاعبين والوفود، مرورا بالتقارير الفنية والإدارية والاقتصادية. الأجمل أن تغطيات الجمهور وتواجده توازي تغطيات الأحداث. شهر من المتعة والتميز تقدمه لنا الشقيقة قطر على طبق من ذهب، وتدعونا لتعلم الاحتراف والجودة في العمل، بل لكل العالم أن يتعلم أن ما بعد مونديال الدوحة هو شيء آخر يفوق الخيال والتصور في عالم المنافسة والإبداع الحقيقي. نبارك نجاح المونديال منذ المباراة الأولى وحفل الافتتاح المبهر وصولا إلى الخاتمة التي سيوثقها التاريخ، نقلة نوعية كبيرة جدا. وأيضا تحدث الكاتب عن اتحاد العراق لكرة القدم مقارنة بدولة قطر. لم يحزنني خبر إلغاء مباراتنا مع منتخب كوستاريكا في البصرة يوم الخميس الماضي بقدر حزني من كلام أحد المسؤولين والشخصيات الرياضية الذي طالب في الإعلام علنا أن نتعلم من دروس الماضي، وأن تكون نكسة النصب والاحتيال التي نفذها الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم درسا مهما في التعلم لضمان حقوق بلدنا من هدر المال العام. والحقيقة أننا لو تصفحنا أوراق التاريخ القريب سنجد عشرات الملفات والدروس المشابهة حصلت بتوقيع الاتحاد العراقي لكرة القدم وبقية الاتحادات، وخسرنا منها ملايين بل مئات الملايين من الدولارات من دون فائدة تذكر. فكم من بطولة ألغيت في الوقت الضائع على أرضنا، وكم من منتخب رفض الحضور إلى أرضنا في أوقات عصيبة، وكم من مدرب ولاعب وإداري وشركة نقل تلفازية ومتعهد ونادي رياضي قل لنا وجه الإحسان بالإساءة،
كل ذلك ولم نتعلم الدرس، واكتفينا بالظهور الإعلامي والوعيد الأجوف الفارغ، وهذه نتيجة طبيعية لاعتماد الشخص غير المناسب في أماكن عليا على سدة المؤسسات الرياضية. هدد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في أثناء زيارته غير المعلنة إلى بغداد باجتياح شمال العراق إذا لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة لطهران، بحسب وكالة أسوشيتد بريس. ونقلت الوكالة في موقعها عن مصادر عراقية أن هذا التحذير جرى تسليمه إلى المسؤولين العراقيين والأكراد في بغداد من قاآني الذي وصل إلى العاصمة يوم الاثنين الماضي في زيارة استمرت يومين، وأشارت إلى أن عملية من هذا النوع إذا نفذت ستكون غير مسبوقة في العراق وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل الاضطرابات الداخلية في إيران التي تعدها طهران على أنها مؤامرة أجنبية دون تقديم أي أدلة. وصل قاآني إلى بغداد بعد يوم من الهجوم الإيراني الذي استهدف قواعد للمعارضة في محافظة أربيل وقتل فيه 3 في الأقل. والتقى قائد فيلق القدس رئيس الوزراء محمد السوداني وقادة آخرين في تحالف الإطار التنسيقي والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وفصائل وميليشيات مدعومة من إيران. وكانت مطالب قاآني ذات شقين: نزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة في شمالي العراق وتحصين الحدود لمنع التسلل. وقال قاآني لنظرائه العراقيين بحسب 2 من الشخصيات السياسية الشيعية وآخرين من مسؤولي الميليشيات ومسؤول كردي كبير، قال إنه إذا لم تلبي بغداد المطالب فإن إيران ستشن حملة عسكرية بالقوات البرية وتواصل قصف قواعد المعارضة. وذكرت الوكالة أن التهديد الإيراني يضع بغداد في مأزق، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤولون إيرانيون علناً بعملية عسكرية برية. كشف تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية لنتائج تحليل بقايا الطائرات الانتحارية الإيرانية التي تستخدمها روسيا في هجماتها وسقطت في الأراضي الأوكرانية عن مفاجأة كبيرة، حيث أظهر أن من بين أكثر من 200 مكون تقني حدده المحققون الأوكرانيون يشكل الأجزاء الداخلية للطائرة دون طيار التي تم السيطرة عليها قبل انفجارها تم تصنيعها أو تقليدها أو نسخها في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وإسرائيل أيضا. وكشف التحقيق أن نصف هذه المكونات تقريبا تم تصنيعها من قبل شركات مقرها الولايات المتحدة ونحو الثلث بواسطة شركات في اليابان ومكونات مصنعة أو مقلدة من شركة إسرائيلية. وبحسب وول ستريت جورنال فقد أثار ذلك القلق بين المسؤولين والمحللين الغربيين ودفع الحكومة الأمريكية إلى إجراء تحقيق وفقا لأشخاص مطلعين على القضية والوثائق التي راجعتها الصحيفة. وأظهر التحقيق أن الإيرانيين يستخدمون في تصنيع طائراتهم المسيرة من نوع مهاجر 6 أجهزة مراقبة مطابقة للنموذج الذي طورته شركة أوفير الإسرائيلية. وقد عثر على مكونات صنعتها شركة تكساس أنسترومنت الأمريكية في طائرات شاهد 131 الإيرانية من دون طيار والتي فحصت بعد إسقاطها في أوكرانيا. وتقوم هذه الشركة أيضاً بتطوير منتجات لقطاع الدفاع، ولكن تباع هذه المعالجات بحرية في السوق. وبعد الكشف عن التحقيق الأمريكي أفادت القناة 12 العبرية بأن شركة أوفير توجهت إلى وزارة الحرب الإسرائيلية وعبرت عن مخاوفها من احتمال بيع منتجاتها إلى وسيط قد يكون نقلها إلى الإيرانيين. ويظهر توثيق القطع الغربية كيف كانت طهران تسلح نفسها وحلفائها بأسلحة جديدة قوية على الرغم من كونها هدفا لواحد من أكثر أنظمة العقوبات شمولا في التاريخ الحديث. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا عن مجموعات عرين الأسود التي تتركز داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية،
وجاء في التقرير أنه برغم الانتكاسات الأخيرة التي حدثت إلا أن نابلس تشهد التفافا شعبيا كبيرا حول عرين الأسود التي اغتال الاحتلال الإسرائيلي أبرز قادتها خلال الأسابيع الماضية. ومع اشتداد الحصار زادت شعبية المجموعة، وصار بالإمكان سماع الأغاني الثورية تنبعث من أزقة البلدة القديمة في نابلس، وراح الشباب والصبية يرتدون الملابس والقلائد التي تشبه ما كان يرتديه المقاتلون، والتي باتت مطلوبة بكثرة الآن وقد صارت تباع لدى العديد من محلات الهدايا. غدت المواقع التي قتل فيها مقاتلو عرين الأسود مزارات يتردد عليها كثير من الفلسطينيين صغارا وكبارا. ويقول أدهم خالد الذي كان جالسا مع أصدقائه في البلدة القديمة: يتعطش الناس لهذا النوع من المقاومة، لقد أصبحت الآن قضية وطنية، بما في ذلك نابلس وقراها ومخيمات اللاجئين فيها. استقلال عرين الأسود عن التشكيلات السياسية الفلسطينية التقليدية صعب على الإسرائيليين استهداف المجموعة، ويشتمل أعضاء المجموعة على ناشطين من فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهات الشعبية لتحرير فلسطين. نموذج عرين الأسود أوجد مفهوماً وليس مجرد ظاهرة. هؤلاء شباب من التوجهات السياسية كافة، وهم الذين أخرجونا من مربع المفاوضات إلى مربع مقاومة الاحتلال. ويرى نواف العامر، وهو صحفي وكاتب مقره كفرقليل في جنوب غربي نابلس، أن مساعي إسرائيل المستمرة لكبح ناشطي المجموعة سوف لن يفضي سوى إلى تعزيز جاذبيتهم. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العرب. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها. من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. على الرغم من سنوات عمره 74، لا يزال الفلسطيني عزام أبو السعود شغوفاً بالتعلم وممارسة هواياته وتطويرها يومياً منذ عام 2013 الذي أحيل فيه إلى التقاعد. يطل منزل أبو السعود الكائن في حي رأس العمود على سور القدس التاريخي والمسجد الأقصى، وتظهر جماليات البلدة العتيقة في أبهى حللها من مشربية منزله التي صنعها بيديه في الطابق السفلي للمنزل. يخيل الزائر أنه يدخل معرضاً فنياً يضم مجموعة من القطع صنعت بتأنٍ وحرفية عالية، بدءاً من النوافذ والأبواب مروراً باللوحات والتحف والثريات وانتهاءاً بالأثاث. جميعها عمل صاحب البيت على إنتاجها يدوياً عبر ممارسة هوايته في 3 حرف هي الخشب المزخرف والخشب المعشق والزجاج الملون.
نجح علماء بريطانيون في زراعة شرائح من اللحم في مختبر طبي، وهي لحوم صناعية تشبه اللحوم الطبيعية تماماً، وقد تصبح قريباً متاحة للبيع في الأسواق ليقوم الناس باستهلاكها وتناولها في طعامهم اليومي. وقال تقرير نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية واطلعت عليه القدس العربي إن الابتكار الجديد جاء على يد علماء من جامعة نيوكاسل، وهو عبارة عن 3 شرائح نموذجية صغيرة وزن كل منها 5 غرامات فقط. وأشار التقرير إلى أن هذه اللحوم قد يتم طرحها للبيع في الأسواق ومحلات السوبر ماركت في وقت مبكر من العام المقبل. ووفقا للفريق، فعند قلي هذه القطع من اللحوم في المقلاة تحرق الشرائح بسهولة وتظهر كراميل ثقيل مع روائح مماثلة لتلك الموجودة في اللحوم المشوية الطازجة. وبحسب الشرح الذي نشرته صحيفة الديلي ميل، فلإنشاء الشرائح يأخذ العلماء خلايا من الأبقار الحية باستخدام خزعات غير مؤلمة، حيث يتم وضع هذه الخلايا في مفاعل حيوي ويتم إضافتها إلى عامل نمو كيميائي. تأمل الشركات في إنتاج نموذج أولي أكبر حجماً في غضون 6 إلى 8 أسابيع فقط، قبل إنتاج شريحة كاملة الحجم في أوائل عام 2023. نتابع الآن فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هل تتخيل أن يهزم منتخبك المفضل في المونديال بسبب خطأ تحكيمي؟ احتمال وارد جداً، لكنه احتمال ضعيف في المونديال الذي ستنظمه قطر كأول دولة في الشرق الأوسط وفي العالم العربي تفوز بشرف استضافة نهائيات كأس العالم. فإلى جانب المتعة والإبداع الكروي، ستكون البطولة المقامة في قطر الأكثر تقدماً وتطوراً في تاريخ بطولات كأس العالم. إليكم أبرز التقنيات المدهشة التي سيتم اعتمادها خلال المونديال. تقنية الحكم الآلي، وهي عبارة عن نظام أكثر تطوراً من نظام الفيديو المساعد VAR، إذ سيعلق على الكرات داخل الملعب مستشعر حركة بدقة 500 هرتز. سيقوم بنقل موقع الكرة بدقة على أرض الملعب إلى غرفة حكم الفيديو، وكل هذا دون أن يشعر اللاعبون بأي تأثير على أداء الكرة نفسها، إلى جانب 12 كاميرا منفصلة هدفها تتبع موقع الكرة، إلى جانب 29 نقطة بيانات على جسم كل لاعب هدفها تتبع أطراف اللاعبين. وبفضل هذه البيانات الدقيقة، سيتمكن حكام الفيديو من التأكد بهامش خطأ شبه معدوم، إذ كان اللاعب في موقع متسلل أم لا. هل برأيكم ستنتهي الأخطاء التحكيمية بفضل هذه التقنية؟ ملاعب أكثر برودة. العديد من اللاعبين وحتى المشجعين لم ترق لهم فكرة تنظيم قطر للبطولة نظراً لدرجات الحرارة العالية التي تشهدها البلاد، وهو أمر شاق على اللاعبين والجماهير القادمة من أوروبا وغيرها من دول العالم التي تعودت على درجات الحرارة المنخفضة. ولكن كان لقطر رأي آخر، فقد طورت في ملاعبها تقنية لخفض درجات حرارة الملاعب إلى حدود 18 درجة مئوية تقريباً. ملعب من قطع الليجو. قد تبدو فكرة هذا الملعب الأكثر ابتكاراً وإبداعاً، ملعب 974 اسم على مسمى، فهذا الرقم هو عدد حاويات الشحن البحري المكون منها الملعب الذي يشبه تصميمه تماماً فكرة لعبة الليجو، وهو أول ملعب كرة قدم مغطى قابل للفك بالكامل في تاريخ كأس العالم، ويمكن تفكيك المبنى بأكمله في غضون ساعات بعد انتهاء البطولة وإعادة بنائه في أي مكان في العالم. نلقاكم بإذن الله.